إلا زاد حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيت اسم عمر بن العاص، بدي كان ابن عمر هكا مطلقا معناه اسم عمر بن الخطاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين. الله يبارك، ولما الوالدين شو ساعه نزل يشرع لنا انا ولي بغى رضا سيدي ربي هذه زوير سيدي مولاي ماشي معنى يا سيدي الرجال بس لا ضوع ربي ضوع مولاي وسقران كاين كتظل غير في الجامعه كخدمة كذا وكذا ما في مولان هم بشر خاطئ يرقي غير الوالدين ولكن لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق إذا ماشي معنى سي مولان أدخل من داغ الفاطل قال له نسال وسيدي سعد عوسو لا نسال الميزان الشرع ما في الامور المشروعه الدرية الى قضاء مولاه والى قال دين مين باغا ولا مشطوح لكن دين القران ولا تقل له اوف اوف خفيف بزاف والى قال ما فيني الدرية ميسي فافاس نغير لي سي ماس سيدي اوف اسيدي لي اويد الكسب ماس اوف سيقيد سبويد القوت اوف خاطر وكي كان ممنوع رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين الحديث اخرجه الامام الترمذي وابن حبان والحاكم غيرهم